مع اقتراب موعد الانتخابات تحاول الاحزاب السياسيه في العراق تبني قرارات توحي بها بانها حريصه على اموال وممتلكات الدوله وكانها لم تكن مسؤوله عن ضياع وهدر مئات المليارات خلال السنوات الاربعه عشر الماضيه بحسب تصريح رئيس هيئه النزاهه الاسبق رحيم العكيلي هيئة المساءلة والعدالة تصدر لائحة تتيح مصادرة أملاك وأموال منقولة وغير منقولة لأكثر من 4354 مسؤولًا وقياديًا في النظام السابق. ولم تقتصر المصادرة على القيادات فقط، بل شملت زوجاتهم وأبنائهم وتعدت إلى الدرجة الثانية من أقاربهم، بل وتضمنت أسماء متوفين أيضًا. الهيئة بررت موقفها الأخير بأن الغرض منه غلق هذا الملف وعدم تركه معلقاً بعد نحو عقد ونصف العقد من الزمن، رغم أن معظم العقارات والمنازل التي تعود لمسؤولين في النظام السابق تتخذها أحزاب وكتل سياسية مقارًا ومكاتب لها منذ العام 2003. الحكومة التي لطالما أعلنت أنها بصدد فرض القانون ومحاربة الفساد التزمت الصمت كعادتها أمام ما عُدَّ بأنه فضيحة كشفت عنها صحيفة الشرق الأوسط مؤخرًا والتي أكدت فيها أن أحزابًا وشخصيات متنفذة في العراق يسيطرون على 1800 عقار مملوك للدولة ما بين قصور رئاسية وأراضٍ زراعية من خلال تزوير المستندات. ووصل الفساد والتزوير الى املاك المواطنين ايضا، اذ بين الفينه والاخرى تشهد مناطق بغداد نزاعات بين مجاميع مسلحه تابعه لاحزاب متنفذه وسكان مناطق في العاصمه بعد سعي احزاب للاستيلاء عنوه على اراضي بعينها. وتتصاعد وتيره فوضى مصادره الاراضي بالتزامن مع ضعف الدوله وتنامي سطوه الاحزاب السياسيه التي تستقوي بفصائلها المسلحه. لتفرض ما قيل انه الامر الواقع